على المباشره. مرحبا متابعي الكرام، مباشره من السوق الاسبوعي في سيدي بنور. اجي نشوفوا الاثمنه ديال اللحم فين واصله في اكبر السوق في المغرب. دائما كنلقاو الا سوق سيدي بنور الجوده واللحم جديد دائما كما كتشوفوا. غادي نشوفوا الاجواء ديال الجزاره وديال اللحم كما كتشوفوا، تبارك الله الحيمات جداد طريين. هذا السوق ديال سيدي بنور اللي معروف بالجوده ديالو، بالاتقان ديالو، باللحوم الحمراء الممتازه كما كتشوفوا. شفتي اللحوم الحمراء ممتازه في سيدي بنور جديده. يلا مدبوحة، السلام عليكم. لا مالك ماشي مشكل. السلام عليكم. السلام عليكم. بخير يبارك فيك. الله حشمان ماشي مشكل. كي داير السوق اليوم؟ كلشي مزيان الحمد لله. كي داير الاثمنه ديال اللحم؟ كاين شويه الثمن في البقره، كاين الثمن وصل 65 درهم. 65 درهم باش كيتباع. 60 65 كله داكشي على حساب الجوده. كاينه اللحم. واش دابا البهيمه غالي ولا شنو؟ كاين الثمن في البهيمه. كاين الثمن؟ لان العلف هو غالي. يعني من ورا العيد دابا الثمن شويه مرتفع الثمن. وكيدير الاجواء في السوق هنا؟ الحمد لله كلشي مزيان. الظروف ديال الذبيحه ولا مزيانه؟ كلشي مزيان داكشي الحمد لله كلشي مزيان. هذاك كما كتشوفوا متابعي الكرام، حنا دائما في السوق الاسبوعي في سيدي بنور. الحيمات تبارك الله ما موجودين. السلام عليكم. حيا شويه بخير. ما عندك باس اخويا. القيدومين ديال القزاره ديال السوق هنايا ما كاين. كي داير السوق؟ السوق اسيدي البهيم غالي ولا الزان ما كاينش. الزان ما كاينش. ما كاينش والو. شنو كاينش الزان؟ ها؟ الزان ما كاينش. تاخر الوقت عيان اخويا، بنادم عيان. عجب. وبالنسبه للعراس ما كاينينش ما اثروا عليكم؟ ما كاينش. كاين العراس. يعني ملي كانوا العراس كنتوا كت. الدجاج هرس اللحم، هرس الكسابه. شحال ديال الحمد لله؟ الدجاج بان صراحه واللحم 1200 والفهم غالي والساكت ما كاينش. ايوا اش غادي؟ الدجاج الفرانك؟ ايوا والحم 1200 والهزيان ما كاينش. اللهم ياخذ الدجاج. ايوا دابا اش كاين؟ ايوا كاينش. علاش دابا البهيم غالية؟ البهيم غالية اخويا قليل البهيم. العلف غالي. نخالة غالية وشمندر غالي. ايوا المربوطة باغا تاكل. كلشي مرتفع الثمن ديالو. شنو الحل بالنسبه لكم نتوما؟ هذا الغلا هذا من الغلا دابا الخا ولا الغلا؟ الغلا ديال اللحم مناش. الغلا البهيم قليله والعلف غالي. العلف غالي. والهزان ما كاينش. والدجاج هرس الكسابه. دابا غنمشي ندير طيطا دجاج. دابا الفرانك بحال غادي يديك لك اللحم 1200 ما يمكنش. الجزائر كي خاص اللحم. ايوا صحيح. متابعي الكرام دائما على المباشر مباشره على قناه شوف تيفي كما كتشوفوا احنا دائما معكم في الجو ديال السوق ديال الحيمات. تبارك الله الخير موجود. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي داير بابي خير؟ لحمدك. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. كي داير السوق اليوم؟ كل شيء زوين والناس مع المدخول ناقص. هزان اللحم بينو وبينها شويه. بينو وبين؟ بينو وبين. ما كاينش تنص في الشيء اللي كان. شحال واصل اللحم دابا؟ دابا 60 درهم. 60 درهم؟ نعم. و 60 درهم سلكاكم؟ واش غنقول لك راكم كان غالي يهز اللحم بعدا. راني هز اللحم ما كاينش. ما كاينش. البهيم غالية؟ لا ماشي غير البهيم غالية. الناس المواطنين جيبهم دارهم ما فيه فلوس. مطلوبين. دابا جيب خاوي اش باع في الفلاحة ديالو كاع باش يترجل وزعم. فلاحة ناقصة. البيع ديال الزرع مع الزرع جا ناقص. الزرع ما دايرش واحد السومة. ما يتكلش بعتها مواد تشك فيه. دابا الشتا ديال سميتو ديال فراير ومارس جات ناقصة. دابا الزرع جا ناقص لا شعير ولا قمح ولا فارينة ولا كلشي ناقص. بغا يبيع ما صاب ما يبيع. كي كان غادي عيان راه غادي عيان. بالنسبة للعراس تما هرسوا شوية القضية. بالنسبة ما كاينش العراس دابا تما ما كاين العراس لا والو كاين باش يدير العرس.
الكريد يكون كان القرض يعطيه بعدا ما كان يتحج واش القرض يعطيه الكريد من القرض واش ولا غادي يعطيه على مولا الدار ثاني يقيدها ما عرف واش هي صافي اللي كاش عروسي الدوزي وصافي راه ما كاين حتى حاجه تلاقى وزيد بحالك ولا بغيت المعقول خاصهم يتلاقى وزيد بحالك شحال من عام وانت في هذه الحرفه هذا؟ وهاد الحرفه سيدي تقريبا راه جايه ل 40 40 عام وانت في هذه الحرفه تقريبا طولتي فيها؟ نعم اي طولتي؟ وي انت كامل وقت طولتي؟ وي وانت انا راه عندي 70 شحال من عام دابا انت؟ 70 عام 70 عام يعني دوزتي في 40 عام في هذه الحرفه ديال الجزارة؟ نعم. كيفاش كانت الحرفه هذه؟ تقدر تبدلها ولا ما تبدلهاش؟ لا لا تغير ما بقاش تبدل من القبر واقيلا. من القبر؟ هو فين هو التبديل؟ ما بقاش يتبدل. الله يطول لنا في عمرك. ايوا ان شاء الله. الله يطول لنا في عمرك بارك الله. دائما متابعي الكرام عبر قناه تشوف تي في. صاحبي كتبسلوا كاع اصاحبي كما كتشوفوا دائما متابعي الكرام حنا الان عند القزاره كما كتشوفوا الاجواء ديال الحم راه تما يسالي مع الكليان مع الزبناء ديالو غادي ناخذكم في هذا كما كناخذكم في تغطيه كامله للسوق الاسبوع في سلبا نور رحمه القزاره كما كتشوفوا معنا المتابعين الكرام حنا دائما عبر قناه تشوف تي في كننقلكم من قلب السوق الاسبوعي بسيدي بنور كما كتشوفوا معنا حنا الان عند الجزاره كنعيشوا الاجواء ديال دائما الاجواء ديال الحمل اللي واصل في سيدي بنور 60 درهم كما كتشوفوا يعني الحمل السوق ديال سيدي بنور اللي معروف الحم ديالو جديد معروف بالجوده ديالو دائما متابعي قناه شوف تي في كنقول لكم من قلب السوق الاسبوعي بسيدي بنور في الاجواء ديال الحيمات تبارك الله حنا ثلاثه كما كتشوفوا هذا هو السوق ديال سيدي بنور الجودة والحم ديما جديد السلام عليكم تقديش ولا مازال؟ باقي ما تقديش باقي ما تقديش كي جاتك الأثمنة ديال اليوم؟ أثمنة مزيانة مزيانة ستين درهم ستين درهم كيفك ثمن مزيان ولا لا ثمن مزيان ثمن مزيان كيفاش كيجيك الحم ديال سيدي بنور؟ مزيان مزيان مركز زوين شي زوين الحم جديد الحمد لله كيف كنشوفوا السلام عليكم السلام عليكم يا معلم خويا بخير صح لاباس كلشي بخير الله يحفظك امور عاليه الحمد لله كي داير السوق اليوم السوق مزيان واش غادي الحم الحم 60 درهم 60 درهم 60 درهم كلشي كيتشكى وكيقول لك ما كاينش خروج للحم لا باقا الناس دابا مع مناسبات الاعياد باقا عند الناس شويه الحم في الثلاجه باقا شويه الحم في الثلاجه وكي داير الاثمنه ديال البهيمه الثمنة كاينة 11.60 11.80 داكشي على الكاليتي ديال السلعة. شحال كيتقام عليكم؟ كيتقام كانت مناسبات كاينة 11.50 11.60 شحال سوق 12.60 كلشي الليل. داكشي مناسبة على حساب الفرق ديال اللحوم. شنو السوق اللي كتفضل أنت؟ ها؟ أما السوق اللي كتفضل تخدم فيه شنو هو؟ بحال بحال. كاين السوق اللي كيجيك أنت مزيان في السوق؟ السوق كاع مزيانين. كاع مزيانين؟ كاع مزيانين. السلام عليكم سيدي بنور السلام عليكم عليكم السلام لاباس انت بخير لاباس الحمد لله الله يسلمك ويجيك تقديت الحيمات ولا مازال؟ اييه يلاه تقديت مع القزاز ياك الثمن كيفاش لقيت الثمن؟ الثمن الثمن ديال الحيمات كاين 12 12 12100 يعني واش الثمن مزيان ولا غالي؟ الله يجعل بالك الثمن ولا غالي على حساب الوقت على حساب الوقت على حساب الوقت كيفاش كيجيك الحمد لله سيدي مزيان
مزيان. يعني فيه الجودة فيه الجودة، بغيتي الجودة تمشي ليها، بغيتي تخامو تا كتمشي ليه. يعني كاين شي قزارة ما كيديرش الله أعلم ما كيديرش الجودة. والله أعلم أنا تكر الله أعلم تكر. وعلاش تجي عند هذا المستاجر؟ علاش جاي عندو؟ صاحبي وكله صاحبه. يعني كليان ديالو؟ أييه. ما عمرو قول بك؟ لا التعب التعب عمرو قول ويقول مع راسهم. تبارك الله. دائما الحمد لله قناه شوف تي في كنقول لكم من قلب السوق الاسبوعي ديال سيدي بنور في الاجواء ديال اللحم كما كتشوفوها. هو اللحم تاعي موجود الحمد لله كما كتشوفوا الجوده. السلام عليكم. السلام عليكم. بخير. لاباس عليك؟ لاباس عليك. كلشي بخير؟ صحتك بخير. هانيه. لاباس الله يبارك. كي داير السوق اليوم؟ وقضيه بالدلب مشوره. ها مشوره. شو فقط؟ ها مشوره القضيه خويا، باقا الناس ما بغاش الحم. الناس باقا الشاري ما كيمش. باقي الشاري باقي. علاش شو السبب اللي خلى الشاري باقي ما كيمش؟ الناس عندهم الحم، باقي عندهم الحم، باقي عندهم القديد، باقي عندهم الخير موجود. باقي لامين، باقي مصاقي في الثلاجة. باقي العيد. باقي العيد. ودابا مني حبسوا العراس وداك الشيء حتى هو أثر شوية عليكم؟ ضروري ضروري من هذا التأثير الكريم. أثر الجو أثر هذا الشيء. كيداير الثمن ديال البهيمة؟ كاين الثمن. كاين الثمن. كاين الثمن. البهيمة تاني غالية شوية. تا هي غالية الحم 60 درهم 11 60 12 40. باش كيطلع لك؟ يعني الرباح اللي كيشد لك البركة والصحة. الرباح هو الله سبحانه وتعالى، كل مرة كنخرجوا بلاش كاع. الحمد لله. دائما دائما المتابعين الكرام كما كتشوفوا الأجواء ديال اللحم كما كتشوفوا تبارك الله يعني اللحم الجودة. السوق ديال سيدي بنور هو هذا يعني معروف بالجودة ديالو. اللحم النقي كما كتشوفوا. مرحبا. أنا ما شفتك تشوفوا. السلام عليكم. كيف حالك؟ بخير الله يبارك فيك. الحمد لله. طالع تبقوا اليوم؟ لا ما طالعين تم الأول. مع السوق. كيف السوق ديالك؟ السوق مزيان. السوق مزيان. كيف الأثمنة؟ الثمن المناسب. هذا 55 60 درهم. 55 كي داير الثمن ديال البهيم؟ الثمن كاين الثمن بارك. وراك العلف اللي غالي العلف اللي غالي. شنو السوق اللي عندك انت المفضل دابا؟ هو سيدي بنور. هو 3 سيدي بنور. سيدي بنور 55. شحال من السوق كي داير السيمانة؟ ثلاثة. ثلاثة كي داير سيدي بنور؟ الجمعة. الجمعة مطل. مطل. اها. والسبت المعارف. سبت المعارف. ثلاث سواق صافي. صافي. والسوق المفضل عندكم هو سيدي بنور. هو سيدي بنور. تبارك الله. السلام عليكم. هذا مو التقلية. بسم الله. سلام. التقلية كم راس كما كتشوفوا كل شيء موجود في سيدي بنور. السلام عليكم. سلام. لاباس. كيف داير السوق اليوم؟ السوق زوين. شحال داير الحم الراس؟ 50 درهم. 50 درهم 900. التقلية؟ قال لي 20 25 20 25 ثمن مناسب. السوق زوين سيدي بنور هو اللي باغي نوقع عندنا هو اللي زوين. دابا شفنا كامل مع السوق كان مكلف زاد بيصيرين دابا الحمد لله. الحمد لله كلشي زوين. نظمتو شويه زوين. كلشي زوين نظمنا مزيان. عندنا العساتنا كنخلصو وكينظم لنا داكشي. مزيان. مابقاش كيما الاول. لا لا والو زوين داكشي. مزيان. السلام عليكم. السلام عليكم. بخير صباح الخير. بخير الله يبارك فيك. بارك اخويا خدام مقدم الماكينه. اييه طاحونا طاحونا ديما. طاحونا ديما. اه. كي داير السوق اليوم؟ انت سكتنا ذاك الخربة. ماشي قرب شويه هذاك الميكرو. لا السوق زوين. ها طاحونا خليها خدامك. طاحونا. معقول. خليها 425. ديال البقري ولا غير ميادي؟ لا بقري. بقري. كيداير السوق ديالك؟ زوين الله يجعل البركه. كاين شي 10 ولا شويه؟ وشويه الله شويه الله يجعل البركه. يعني السوق ناقص شويه؟ شويه. علاش السوق ناقص؟ كورونا. كورونا؟ اه. ما لا ما جاتجينيش انا مشمش هذا على الجنوي. مشمش وهذا على الجنوي. تبارك الله. دائما هذه الاجواء ديال السوق الاسبوع سيدي بنور. السلام عليكم. السلام. بخير عليك. الحمد لله الله يحفظك. الله يبارك فيك. السوق اليوم والسوق زوين الحمد لله. كيداير الثمينه؟ الثمينه زوينه.
واصل تقلي 20 درهم 25 درهم 25 درهم هذا الثمن المناسب الثمن ديالها كيفاش السوق ديالها والسوق زوين السوق كانوا بغاو يحلقوا لي بلي كانوا يديوه الساعه جوال. الله تبارك وتعالى ما يسرش الحمد لله هذا هو السوق الصالح كما كنقولوا تبارك الله دائما متابعي الكرام كما كتشوفوا هنا الاجواء ديال القزاره ثلاثه كما كتشوفوا هنا دائما في السوق الاسبوعي ديال سيدي بنور هالغنمي تا هو تبارك الله كما كتشوفوا السلام عليكم التدييم حاقر على الحاج مخلينا ثلاث ديما يتحدد شنو الحاج صاحبي اه ايه هو البارك بيا ياك الله يخليكم بعضياتكم كنصيفطوا لي نصيفطوا لي السلعه زوينه والنضو لا الحمد لله يعني غلمي مزيانه ما واقع معروف عليكم الجوده وفاك الله الحمد شكرا الله يحفظك الله يحفظك كيدا السوق اليوم واقفين الثمن اخويا كاين الثمن كاين الثمن كاين اكثر من 60 درهم باش مقيومه السلعه والسقط ما كاينش زعما السقط ما كاينش هو التقليه والحمر الراس وهذا الشيء ما بيوعينش كما العاده هما في التقليه دايره 20 درهم 25 دابا دايره 15 12 ونص الحمر الراس هو داير 55 كان دابا داير 45 40 الناس دايره تفاصل وصافي اللي تسولي يقول لك باقي عندي اللحم في الثلاجة لا هاد اللحم كاع ما غيتم حتى دابا حتى ورا راه كاين القديد راه مقدد ثاني وراه القديد وفعلا هو احسن حاجة هو القديد اه القديد هو الحولي بنادم اللي كيدير القديد كي واحد الوقت دابا مثلا كيجي ناضي يجي في الكسكسونه هادي كيجي في العدس. مازال كرم مزيان. تبارك الله والله العظيم. انا كنموت على القديد كاع انا. فضلوا على اللحم. نعم؟ فضلوا على اللحم. سبحان الله العلي العظيم. كاين الناس اللي كتصوب القديد راه كيتصدر تال من هنا كيمشي تال الدول العربيه. الدول العربيه مخصوصه بو. السعوديه. كيتباع دابا المغاربه معروفين بالقديد كيصيبوا مزيان كاينين الناس يعني كيصوبوا القديد مزيان واخويا كيبان لي السوق اخويا سبحان الله العلي العظيم اما النهار قالوا غيتحول بحال تقول بركه طارت لا خير والله العظيم بالله صاحبي ما كانش هادشي بحال هكا والبيع والشري اللي كتمشي على الدو كيتشكى كيتشكى صافي تيتش هذوك العطاره دابا عندو كميه جاي مدخلو شو شحال يخلص عليه عندو اربعه خدام ولا خمسه شحال لواحد ولكن الناس اللي تقهرت والله ما بقاتش كتجي للسوق وبكل صراحه الا كان السوق ان شاء الله الا كان باقي غيبقى هنا ضروريا من الاصلاحات السوق خاصو الاصلاحات السوق خاصو يتبدل خاصو الاصلاحات شكرا خويا دائما متابعي الكرام عبر قناه شوف تي في كنقول لكم من قلب السوق الاسبوعي بسيدي بنور في الاجواء ديال اللحم اجواء ديال السوق هذا هو السوق ديال سيدي بنور ما كاك هات صافي كما كتشوفوا تبارك الله الجوده التقليه كيف داك كل شيء السلام عليكم بخير الله يحفظك كيداير السوق اليوم الحمد لله كلشي مزيان كلشي مزيان الحمد لله شحال هذا التقليه 25 درهم قولها 20 درهم بارك عليك 20 درهم 20 درهم دريوش بارك عليك 20 درهم الثمن مناسب الثمن مناسب وديال العجل كنشوف الناس دابا كلشي كيتشك يقول لك ان ما كاينش الهزام ها ما كاينش الهزام هذوك هم المنافقين هذوك كاين كل الخير الحمد لله كاين كل الخير الحمد لله انت واحد ما كيبات بالعشر ها؟ الحمد لله واش كاين شي واحد كيبات بلاش؟ ها؟ كلشي هو كنصالح ها المنافقين هذوك الحمد لله ياك بخير؟ لاباس عليك؟ كما كتشوفوا معنا دائما المتابعين الكرام عبر قناه شوف تي في كنقول لكم من قلب السوق الاسبوعي بسيدي بنور نقلنا لكم مباشره من رحبه القزاره شفنا الاجواء ديال اللحم فين واصل اللحم كي داير من هنا نبقى لنا انه ذاكم والى اللقاء